صلوا على رسول الله. جايب لكم شنط طقم ماركة، ماركة مونزا طبعا، هذه الماركة. في منها طقم ثلاث شنط طبعا، صغيرة هاي تطلع في الطيارة، وهذه الوسط وهذه الكبيرة اللي هي قياس 28 24 وما طلعها في الطيارة. للعلم هذه ماركة وأصلية 100% وعليها ضمان سنة. الحلو في هذه الشنطة ان شوف السحاب، سحاب دبل، يعني تحط قلم تحط آلة حادة ما تنفتح، ونوعية القماش أيضا كواليتي قوي جدا وتتحمل وممتازة جدا. شوف السحاب دبل سحاب فيها، عادة تأتي الشنط سحاب واحد، لا هاي دبل سحاب، ممتاز جدا، نوعيتها حلوة. الحلو أن فيها أربع تواير أيضا تلف في جميع الاتجاهات، هذه التواير مالها، ضمانها سنة. هاي العلم تنباع في السوق حوالي 700-800 درهم، في منها الكحلي وهذا البنفسجي والأحمر والأسود، أربع ألوان منها. اللي عندي مثل ما قلت لكم ماركة مونزا، تشوف لون القبضة هذه جاي أحمر نفس الشيء، هذه جاي أسود، هذه جاي كذا نفس لون الشنطة. القماش مالها ممتاز قوي جدا، السحاب مثل ما قلت لكم دبل سحاب، يعني نوعية ممتازة، أربع تواير. اللي معاها شو مجانا؟ الغلاف هذا البلاستيك الحماية، هذا السعر تقريبا لا يقل عن 200 درهم. الحين الشنط ثلاث شنط مع القماش مع اللبس ومع التوصيل والضريبة ب 400 درهم، والتوصيل لأي مكان في الإمارات. شوف ما شاء الله شنط راقي وجميل جدا، ومعاها قفل طبعا نوعية كواليتي أيضا ممتاز، قفلها منه فيها، وشو أقول لكم بعد، راقي جدا. شوف النوعية رهيبة، سنة كاملة عليها ضمان. شوف هني النوعية ممتازة، بحط لكم الرقم بس واتساب للعلم، الرقم هذا ما في اتصال ما في شيء، بس في واتساب تواصلوا، وإن شاء الله بس اكتب لي العنوان والكمية واللون وبتوصلك إن شاء الله البيت. طبعا الشنط كلها من داخل نفس اللون، قماش ممتاز، نوعية ممتازة، كله مكتوب عليه مونزا مونزا، وفي سحاب ينفتح أيضا من داخل، تبي تحط شيء من تخش ورا مثلا، في جيب هني، هني عندك وهني عندك سحاب تخش البضاعة أغراضك، وفي أيضا في جيب صغير من ورا هني عندهم، في لها جيب ثاني. شغل كواليتي، شغل رهيب جدا وسعر خيالي. شوف هذه شنطة كلها نفس اللون من داخل.